بلوكات النفط، مصطلح جديد أضيف مؤخرا إلى قاموس التداول اللبناني، كثر يرددونه وقلة يعرفون معناه. خبير في الجامعة الأمريكية في بيروت يشرح هذا المعنى. مساحات من يا أما الأرض على اليابسة أو بالبحر، من قعر البحر بتتحدد، بتنرسم مساحات بحدودها الجغرافية، النقط الجغرافية تبعيتها، والمنطقة اللي واقعة ضمن هالمساحة هي تعتبر حق لشركة معينة أنه تشتغل فيها وتعمل أعمال التنقيب والبحث عن النفط. هذه البلوكات هي اليوم موضع سجال بين التيار الوطني الحر وحركة أمل، سجال لم ينتهي وقد لا ينتهي قريبا، وإذا كان كل فريق يقدم وجهة نظره التي لا تخلو بطبيعة الحال من السياسة، فماذا يقول العلم بعيدا عن المصالح السياسية؟ الخلاف الحاصل اللي صار هو أكثر خلاف سياسي، وعلميا هو ما لازم يتلزموا العشرة بنفس الوقت، لأنه نحن بلد بعدنا ما عندنا خبرة بالأمور النفطية، بعد ما عندنا الكفاءات والمؤسسات اللي قادرة تمشي مع الشركات النفط لما بدها تيجي تبلش عمليات التنقيب والاستخراج. مش هيك، مش من مصلحة البلد إنه يفوت يفتح 10 بلوكات و10 بلوكات يلزمهم بنفس الوقت. إذن وعلى أهمية ما أنجز اليوم في ملف النفط، فإنه لا يعد كونه خطوة أولى في رحلة الألف ميل، أما قطع الرحلة بأكملها فيحتاج حتما إلى كثير من الوعي وقليل من الخلاف بين السياسيين.